they always do mistakes ويدوا الجيم للتيم الخصم والعكس. يا هنشوف لو صلحوا هذه الاخطاء ام لا. اليوم الاخير من الاسبوع الثاني والمباراه الاولى تبدا الان. سايكل اي سبورتس على البلو سايد هم اللي معهم الفيرست بيك، وعبال اي سبورتس عبال والصحبه على ايدنا اليمين هم الريد سايد هم اللي معهم اللاست بيك، وعاده تكون الكاونتر بيك البانز. تبدا الان ادهم، شفنا تشامبيونز ليها امباكت كبير جدا في بيك ان بان، منها اكالي منهم سايلس كارما ايضا. يعني ملاحظ الفرقتين مركزين على السايلس وغالبا هنشوف تركيز على كارما على ما اظن. صحيح، على الاغلب احنا راح نشوف الثالث بان من عبال كارما هتكون. وتاني نقطه حاب احكي عنها اللي هي سايلس، هي عبال مشكلتهم انه كل تشامبيون بيلعبوا ريفنجر سايلس منيح ضده الا الجريفز، فمدام بس سايكل قرروا انهم يبندوا الزنزاو، فهذا قرار غريب. ممكن ما نشوفش عندهم فاليو كتير على الكارما هون، ولكن قرار غريب عشان انت حتى لو اخترت كارما هم اختاروا زنزاو بتقدر بعدها تختار فولي بير ولساته كومبو كتير منيح. فاوفر اول قرار غريب صراحة الزنزاو بان، خاصة انه احنا كمان اتوقع الفولي بير كان عنده فاليو اكتر الا اذا بدهم يختاروا هلا فولي بير فيرست بيك عشان ضدهم جوي لكي. احنا اليوم شايفين جوي لكي، وجوي لكي احنا بنعرف بالفولي بير تبعه قديش مستوى منيح. جريفز اوكي احسن شوي، هو متغير الدرافت معمول بالعكس ولا انا غلطان؟ على الاغلب راح نشوف فولي بيرز هيكون. لا انت مش غلطان، انت مش غلطان. سايكل اي سبورتس ياخذوا الجريفز فيرست بيك غالبا الاستاذ جودت في الجنجل، ولكن طبعا ممكن ماجيك يفرجنا على جريفز ميد لين. عبال الاي سبورتس الان ممكن ياخذوا الفولي بير اللي جوي لاكي عودنا عليه صراحة في الكومبيتيترز دي، كان بيلعبوا في معظم مبارياته وكان رائع على هذا الفولي بير على هذا الدبدوب. فنشوف هنا الثورند عبال والصحبة معهم حق الاختيار، وفعلا اظن ما فيش حد متفاجئ من الفولي بير بيك هنا. زي ما حكينا جاي لك عم بلعب على اغلب فولي بير راح نشوفه. مظبوط، يا هو يعني يا فولي بير يا مورغانا، مورغانا از اوت اوف ذا خلاص برا الفورم حاليا زمان، ايوه برا الميتا، فما عاد حنشوفه. هو كان يعني يلعبها دائما، بس انا يعني اللي خارج عن العاده اللي شايفينه من جريفز. طبعا انا ما اعرف ايش الفكره في انك تاخذ جريفز بي 1 بالطريقه هذه، او حتى لو تبي تسوي له فليكس يعني ارنو ماجيك يلعبه في الميد قدام ميلي ماتش ابس ذاتس انلايكلي، وجندات يمكن متعودين معاه على الشامبيونز زي يعني الامس شفناه يلعب بكندرد، اليوم حنشوفه يلعب بجريفز، وجريفز من الشامبيونز حاليا اللي برا يعني فيري برا الميتا بالنسبه لانه ما عندهم اي فاليو يعني مقارنه بالشامبيونز اللي قدامه ثاني. واو ممكن هلا نشوف ليون من سايكل نبال، ممكن نشوف ليون بس كمان نفس الوقت لولو. صحيح، بس بنفس الوقت لولو إذا فليكس ممكن تنلعب ميد وبعدها يختاروا بروم مع الفين يضعفوا الإزريل ليونا، فهيكون قرار غريب. لكن أنا بتمنى أني أشوف ليونا هون بيك زائد بروم بان، بعدها من خلال ممكن يعملوا يعني بروم زائد ثريش بيعملوا فورس على الأقل لأنه اللولو تنزل بوتلين، و أنا مش من المعجب هذا، مش من المعجبين هذا أبدا. البليدز مش عاجبني أبدا صراحة. انت مش لوحدك يعني، عبال عمالهم بصدموني اكتر واكتر صراحة، لكن سايكل كمان عمالهم بصدمونا فبالانس شوي صراحة. يا الصدمة بتيجي من ناحيتين يا ثونت. السينرجي بتوين ازريل وبليتس يعني صراحة يمكن اسوأ سفور سينرجي يعني ممكن تشوفها في الكيوز حقت ازريل ما تعدي المينيونز، فهي نيدز تو بلاي بيهايند يعني بيلعب طول الوقت ورا المينيونز، ما حيقدر يصيد اي واحد بليتس سحبه على اساس والله يقدر يضربه في 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 اي ستراكشر. جيفن ذات هم اخذوا بليتس موست لايكلي على اساس والله يبوا يتعاملوا مع لولو، يبوا يسحبوا لولو ويطلعوها برا. ما ادري والله ماني فاهم صراحه ايش الفكره ورا البليتس بيك نهائيا، ولا احنا متعودين نشوف برولي يلعب بليتس، فايف نيفر سين ات بيفور يعني. يا كوركي لسه مفتوح لعبعال، ممكن سايكل اي سبورتس يعملوا بان لفلاد. نتوقع البان الاخر يكون على الميد لين مره اخرى، عبعال اي سبورتس معهم حق الاختيار في الريد فور. ممكن نشوف ميد لينر، ممكن هنشوف حاجه زي الفيكتور زي الكوركي لو مفتوح عودونا عليهم، ممكن ايضا نشوف اختيار للتوب لين لو عايزين يعملوا كاونتر بيك للميد لين، ولكن في انتظار سايكل اي سبورتس البان الاخير كوركي كما توقع الاستاذ الكبير ادهم. والان ادهم اسالك، تتوقع هذه البيك من عبال والصحبه؟ لو انت كوتش عبال والصحبه بتفكر في ايه هنا؟ هم اتوقع ممكن يحاولوا يلعبوا يعني تشامبيون ريلايبل، بس انا صراحه الفيكتور ابدا مش عاجبني هون. انا كنت بتمنى اني اشوف تشامبيون مثلا زي ست او تشامبيون، يعني تشامبيون ممكن يقدر يساعد التيم يفوت، ممكن نشوف حتى جيس حتى ممكن يكون احسن عشان جيس از ا فيري جود بلايند خاصه مع توكسيك هيل، وهيز نوت باد مع الكومباي مع ازريل. جيس ازريل از ا فيري جود كومبو. قرار غريب الفيكتور خاصه انه
فيكتور منيح ضد الشامبينات اللي بتلعب لو رينج. هلا جريفز اوكي لو رينج، لكن هم ما فرجوناش شيء، وهلا هم فرجونا انه جريفز حيكون ميد لين زي ما حكى مورو من البدايه. فهذا هذا بيخلي رامبل الفاليو تبعته تعلى، بسبب انه رامبل من الشامبيونات اللي كتير منيحه ضد فيكتور، عشان بيقدر يوصله بدون ما انه يقرب عليه، بدون ما انه يضطر انه ياكل الدبليو تبعته او الالتي تبعته. فسايكل عمالهم من هلا بيعملوا درافتنج كتير منيح، ولكن الشيء الوحيد اللي انا خايف منه اللي هو انه انا بعرف انه فين كاونتر لازريل، ولكن هل لولو فين كاونتر لبليدز كرانكس اد ازريل؟ هاي هي الكويشن الوحيد اللي انا عندي. ولكن اوفر اول سايكل عندهم فيري 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 جود درافت الصراحه لهلا. يا درافت قوي من فريق سايكل عباله. صحبه معهم الان الفاينل بيك، البيك الاخيره ممكن نعرف الفوليبير دوت جونجل او توب لين. والاستاذ توكسيك هيل عودنا على الاورن اكثر من مره، وهو متمكن جدا من هذا الاورن يا ثورند. والاورن لوكت ان، بس حاسك مش سعيد بهذا اللوك ان ايضا يا ثورند. مش نت، ما هي سعاده، بالعكس بالنسبه له ايش الاوبشنز اللي موجوده؟ يبي يلعب ويك سايد تانكي تشامبيون، يبي يكون مرتاح عليه، يبي يلعب ما انجيج مع التيم حقه. انا ما ادري، هم بالنسبه لي عبال لما اختاروا الكومبوزيشن حقهم كامل، في اثنين they want to engage، في واحد يبغى يسوي بيك ل هو ايفر از ان فرونت اوف هيم، وفي اثنين يبغى يسوي بوك من ورا اد بيهايند. وورن يعني على توكسيك هيل من الشامبيونز، من اللاعب يعني اوكي شفناه كذا مره صراحه يلعب الشامبيون هذا واداؤه بيك مره كويس، بغض النظر على الكومبوزيشن اوبوزنج نار في الحاله هذه. اي ثينك هي ويل بلاي ات سيف، حيلعبوا زي ما احنا متعودين منه يلعبوا مره سيف، ويلعب حول انه والله يوصل للميد جيم ويلعب تيم فايتس مع التيم حقه. فما ما حقول والله هي مشكله ان تيرمز اوف الماتش اب، اكثر من انه موست بروبلي بيلعب حاجه هو يكون مرتاح عليها. اوكي نشوف قدام يعني يمكن كافي. يمكن اكبر مشكله بالنسبه لنا انه بيلعب يعني تشامبيون زي كذا قدام فين، وفين وان شي جيتس ذا بول رولينج حيكون ما في شيء يقدر يسويه صراحه عامه. بس اجين موست بروبلي الشباب شفتد انتو ذير كومفورت زون، وقالوا خلينا نلعب الشامبيون اللي احنا متحين عليها، بغض النظر عن الشامبيون اللي مختاره ريفنجر وهاو هي فيتس في الكومب هذا يعني. اوكي لكن عوده مره اخرى الى فريق سايكل اي سبورتس يا ادم، هنا شفنا هم اللي بياخدوا الجريفز بيك في الميد لين. ماجيك هيورينا قوه هذا الجريفز، يعرف ياخد برايو كبيره جدا في الميد لين يا ادم، ويقدر يساعد رامبل بعد كده يعمل بلايس في الماب. اوفر اول لا بس بدي احكي نقطه صغيره، انه انا مع ثواند بشغله فين، انه عبال كان عندهم الادفانتج انه بيقدر ياخذ جيس ويننج ماتش اب بالتوب لين، زائد انه منيح ضد فين، جيس وازريل من الشامبيونات اللي بالميد جيم بيقدروا يخلوا فين ما تلعبش الجيم اصلا، ولكن هيك هم اعطوا مور باور لفين. هلا خلينا نحكي شوي عن سايكل. اول شيء عندهم ويننج توب لين، عندهم برايو ميد لين زائد رامبل. رامبل كثير حيقدر زي ما انت حكيت حيكون عنده كثير سون يقدر يتحرك بالماب، ومعهم فين لولو. الكويشن مارك الوحيده اللي عندي هي فين لولو وذر راح يكون ايفن او اهيد او بيهايند. اذا كانوا بيهايند ممكن الجيم تصير شوي صعبه، ولكن اذا كانوا ايفن بس الكومب كتير لإلهم، عشان فين منيحة ضد فوليبير، فين منيحة ضد اون، فين منيحة ضد بليدز كرانك ان جنرال، يعني ضدهم رينج قليل، وهذا الاشي بيسمح لفين انها تقدر تلعب كلوس رينج، خاصة انه الابعال الدرافت تبعهم بيسمح لفين انها تقدر تلعب الويتس اند بيلد، الويتس اند شيلد بو بيلد، وهذا البيلد كتير راح يسمح لفين انها تقدر تعمل رن داون لكل الانمي تيم، عشان اذا كانت معها ويتس اند حتصير تقدر تعمل رن داون حتى لفيكتور. وكمان شغله انه مع الديفاين سندر النيرف ازريل صارت الكيو تبعته تعمل دمج اقل، ولكن لساته بيعمل دمج كتير مع الكومبو الدبليو كومبو، وهذا فانه الماجيك دمج تبعه صار ريلايبل اكثر، فهذا لسه بيعطي باور اكثر لكمان لفين من ناحيه الويتس اند. ونار بيقدر يروح ديفاين سندر كتير منيح ضد فوليبير، كتير منيح ضد اورن، وبيقدر يضل يعمل عليه بيرما بوش ويهيل مليون اتش بي طبعا بكل بروك للديفاين سندر تقريبا 150 اتش بي. فالتوب كتير حيكون مرتاح، الميد كتير حيكون مرتاح، الجيم يعني الصراحه 100% لسايكل، الا زي ما حكينا الكوشن مارك حتكون بالبوت. لكن اوفر اول يعني حتى لو البوت قدر ياخذ شويه ادفانتج، فين ولولو بضلهم يقدروا يعملوا إشي بس لو قدرت تفرم يعني. فانا شايف انه الجيم غريب، خاصه انه رامبل كتير منيح بالبوت سايد اوف ذا ماب مع يعني اراوند ذا ريفر، لما يكون عندك ميد برايو بالجيم لولو وفين كتير راح يرتاحوا بالجيم، يعني حتى لو كان اللين عليهم صعب جريفز ورامبل دائما بيقدروا يعملوا هوفر ويساعدوهم. فالادفانتج الوحيد اللي ممكن انا اعطيها لابعال اللي هي قدرتهم انهم يعملوا دايف بالبوت لين مع الاورن التي مع التليبورت تاع الاورن ومع الالتي تبع فوليبير، ممكن يكونوا اقوى بالايرلي جيم اذا ما قدروا ياخذوا الادفانتج من خلال البوش. وهي شغله اوفر اول سايكل راح يكون عندهم كتير ادفانتج الصراحه. اوكي اذا فلنلقي نظره اذا على الكومبارزن في الميد لين، عشان التيم ميد لينرز هيكون في تركيز كبير جدا على الميد لين بالذات بالجريف سبيك من الاستاذ ماجيك. الاثنين ميد لينرز يمكن الستاتس
مش من اقوى الستاتس، مش هنضحك على بعض. كي دي اي بيكافح، يمكن الاستاذ ريفنجر الاول من ناحيه الميد لينرز من ناحيه الدامج بير مينت، ولكن مع ذلك كي دي اي كان ضعيف جدا من الاستاذ ريفنجر. السي اس بير مينت ايضا في صالحه، ولكن ده علشان الاستاذ ريفنجر عودنا ببيك ستايل فلاديمير زي الكوركي، حاجات بتسكيل، حاجات بتفارم في اللين، بينما ماجيك اكثر واحد كان بيضحي، لعب على ما اظن لعب الجاليو ولعب حتى الكارما في الميتين، لعب اللولو كارما ولولو صحيح. فهو الماجيك يلعب اكثر للتيم، يلعب سبورتيف ستايل، يلعب يوتيليتي ستايل. وهنشوف المره دي جريف سبيك منه نوع جديد من البيكس الاستاذ ماجيك في الميد لين. فهنا عايز اخد منكم راي اخير، اخر فرصه دلوقتي اسالكم، واخر فرصه تقولوا للشباب في الشات من معه الافضليه بعد هذا الدرافت. نبدا بالثورند، هلعب على الاي سبورتس، معهم فرصه يجيبوا اول انتصار لهم في كاس العرب في هذه المباراه ولا صعب؟ اشوف سايكل اي سبورتس عندهم الافضليه في الدرافت عامه، وعندهم ملتيبل برايرز في اللين، والمفروض حتى عندهم دراجون كنترول في البوت، فالجيم المفروض انه يزي بالنسبه لهم. البوت لين اذا يلعب على لعبه صح، which is very unlikely، يعني it's very easy to avoid الهوكس حقت بليتس صراحه، عشان كده احنا ما نشوف بليتس في في في, في السين هذا عامه. It shouldn't be a problem for them. المفروض انه it's a game for cycle sports بدون منازع. اوكي اذهم توافق الراي، سايكل اي سبورتس بدون منازع. انا بشوف ان سايكل عندهم ادفانتج لكن مش بدون ولا منازع، عشان شفنا جوي لاكي. جوي لاكي غيروا لاعب، هلا ما بديش احكي انه جوي لاكي احسن ولا اسوء، لكن حيغير المينتاليتي تبعت التيم، عمالهم بفوتوا بمينتاليتي انه اوكي هذا هو الفريق اللي قدرنا فيه نوصل ونتاهل للتشامبيونز ليج، فممكن المينتاليتي تبعتهم تساعدهم انهم يلعبوا احسن، عشان انا شفت انه المينتاليتي كانت كثير تاثر على مستواهم، خاصه انه توكسيك هيل صار مستواه كثير سيء. انا متاكد انه هذا بسبب المينتاليتي، وستيتش كمان صار اندر بيرفورمينج، فممكن يكون عندهم شويه ادفانتج هلا من ناحيه جوي لاكي، لكن اوفر اول ككوم انا بعطي الادفانتج لسايكل وراح اعمل فوت لسايكل. اوكي اذا الاثنين معي ضيوف الاستوديو العظيم يقولوا سايكل اي سبورتس معهم الافضليه في هذه المباراه. فرصتكم الان في التويتش شات، مش بس تعملوا فوت مين يقدر يكسب بالشانل بوينتس بتاعتكم، ولكن ايضا تسالونا اي سؤال يخطر في بالكم عن هذه المباراه، هنجاوب ان شاء الله على اسئلتكم بعد المباراه او لما المباراه تخلص ان شاء الله. ولكن حان الان الوقت نتجه مع بعض الى فريق التعليق، ويا له من فريق اليوم. اليوم عندنا نجم التعليق الاستاذ الكبير رايزو، ومعه ايضا الزميل العزيز عدوي. اليكم الكلمه يا شباب، دخلونا معكم المباراه الاولى من اليوم. شكرا يا مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اعزائي المشاهدين، معكم رايزو اليوم في البري بابليك كاست مع الاستاذ الكبير علي ادوي. كيف الاحوال؟ هلو الرايزو، اهلا بيك، كله تمام الحمد لله. النهارده متحمسين، احنا راجعين تاني مع بعض، اخيرا ما بقتش باي باي بلاي، رميت لك تاني الرول بتاعك وموجود، رجعت المين رول بتاعي في كولر. بالضبط، لكن خليني اقول لك يا ادوي، قمت بعمل رائع يوم الامس، انا تفرجت في الاستريم وكنت رائع في البيبا بلاي، ولكن الان عندنا مباراه مباشره، سايكل اي سبورت اجنس عب عال وصحبه، وصراحه تكون المباراه الاولى لهذا اليوم الاخير في هذا الاسبوع، مباراه تكون شيقه حماسيه فيها سم ستوري لاينز، لانه عب عال وصحبه ما استطاعوش انهم ياخذوا ولو فوز واحد في هذا الاي سي سبيت 2، ولكن ربما تكون هذه هي الفرصه يا ادوي. يا ربما تكون فرصه تبعاله الصحبه ان هم يحرزوا على اول فوز ليهم في الاي سي من اول البطوله. مستنيين نشوف اداء هذا الفريق، الاداء اللي احنا شفناه في الكومبيتيتورز ليج دي، يمكن نقول اللحظه المثاليه بالنسبه لهم ان هم يثبتوا نفسهم ضد سايكل اي سبورتس. سايكل اي سبورتس برضو يمكن نقدر نقول ان هم عانوا شويه في بدايه الاي سي هم كمان، بس قدروا يحترزوا على كذا وين بالنسبه لهم، فنقدر نقول دي لحظه بالنسبه للفريقين ان هم يوروا مستواهم الحقيقي. هل سايكل اي سبورتس مستواهم اقوى من ابعاد الصعبه؟ هل يقدروا ان هم يبتدوا ينافسوا على التوب 4، يقدروا يوصلوا معانا للبلاي اوفز ولا لا؟ ولا هل على الصحبه هيقدروا يحرزوا على اول فوز ليهم؟ في البدايه هنشوف انفيد يحط فيها وورد في الجنجل بتاع تبعه. اوكي، ولكن مجال اخرى انفيد مرة اخرى من طرف عبعل وصاحبه في ترايبش بوت سايد، ربما نشوف هنا فايت مبكر جدا من ناحيه الريد بف بوت سايد من الخريطه. سايكل اي سبورت ما عندهم ولو فكره على الانفيد، ومجال اخرى عندهم بليتس كرانك عبعل وصاحبه، وهذه هي قوه هذا البيك، لازم يكون فيه انفيد، لازم يكون فيه تشيز في هذا الاولي جيم، يكون صراحه اتس هاي ريسك هاي ريورد سيتويشن، اذا اخذوا بها الكيل ممكن يكون عندهم ادفانتج في الاولي جيم، ولكن اذا لم يستطيعوا فربما يكون هذا البيك من دون جدوى. خلينا نشوف اذا مع بدايه المباراه ما يكونش فيها اي كيل، ما يكونش فيها اي يعني فيس اوف ما بين هذ الفريقين. الى حد الان يبدو لي انا اول تنين يكون في المباراه هو المفضل لي ادوي، وهو تنين المحيطات 2.5% ريجن الاتش بي كل 5 ثواني، ممتاز جدا في اللين فيز اجنست البوك، يكون رائع جدا على سايكل امام الازرل مثلا، امام الليزرز من طرف الفيكتور في الميدين، ومن جهه اخرى هيكون ممتاز جدا على
على عبعل وصاحبه اجنست ربما البوك من طرف اللول فين اجنست ربما الاوتو اتاكس من طرف ماجيك وحتى الاوتو اتاكس في التوب بين من طرف زيرو على التوكسيك هيل اللي هيكون عنده ماتش اب صعب جدا لانه رينج اجنست ميني ماتش اب في التوب بين. بتخزر لي من جوا يا رايز كل ما اسمعك وتقول تنين المحيطات بحس ان انا برتاح نفسيا تاني من جوايا وفعلا تنين المحيطات هو هيكون اول تنين معانا في المباراه. انا بقيت اقولها في السولو كيو على فكره بلعب مع صحابي يا جماعه تنين المحيطات موجود دلوقتي على الخريطه. ولكن نرجع تاني للمباراه عندنا طبعا جوي اللاكي في الجنجل النهارده متعودين ان احنا نشوف جي سكيلز في اول خمس مباريات من عبعال والصحبه ولكن المره دي رجوع جوي اللاكي الجنجل الاساسي كان بيلعب معهم في دوري المنافسين ورجع مره اخرى ده هيكون اول مباراه بالنسبه له في دوري الابطال فده هتبقى لحظته برضه ان هو يثبت نفسه يورينا بيرفورمانس مختلف نشوف اداء جديد من عبعال والصحبه وقد تكون هي دي فرصتهم انهم يحرزوا على اول فوز ليهم. يا بالضبط بالحديث عليه جوي لوكي يبدا في البطل من الخريطه متاعه سوف ربما نشوف جانك على الاستاذ زيرو بالجنر متاعه مبكرا ياتي بها الادفانتج للتوكسيك هيل لان الكل يعرف انه اورن فيري فيري ويك في الاولي ولكن عندما يكون تانكي عندما يكون عنده ربما البرامبل فيست متاعه غيكون انف باش يكون سيف في اللي متاعه يكون فيري فيري تانكي هذا الشامبيون شفناها مرارا وتكرارا في الاي سي. ومن جهه اخرى نشوف انه الرامبل كمان يبدا في البلوف متاعه ويكون بدايه من التوب سايد نحو البوت سايد ربما نشوف جانكس في البوتين على هذا البيتسكانك هو الازرل صراحه عنده لولو عنده امكانيه الدخول تحت التوريت عنده امكانيه الشيلدينج والبير يكون موجود من طرف هذا سبورت هنشوف اذا استطاعوا ان يسووا الاكزيكيوشن لانه لازم تكون الاكزيكيوشن في هذا الماتش اب لكي يكون هذا سكسسفول. هنشوف بعد قليل يا حبيبي ايد ولكن قل لي قبل كل شيء ما رايك في الكومبس يعني من تظن فاز في الدرافت بالنسبه لك علي؟ طبعا احنا بالنسبه لنا الجريفز ميد اول مره هنشوفها عندنا هنا في الاي سي اول مره نشوفها في الميتا الحالي ان احنا بنلعب فيها. طبعا استاذ ريفنجر في الميد لين بقاله فتره قاعد بيتمرن على البيك دي في السولو كيو وقدر ان هو يوصل لرانك 3 جريفز في العالم فتقدر او رانك 1 كمان في الميد لين فطبعا ماجيك هيبقى عنده ضغط كبير ان هو يؤدي بهذه البيك ف يعني اظن ان اتفق مع الاناليست داسك ان احنا نقدر نقول ان سايكل عندهم تيم كومب متكامله اكتر ويقدروا ان هم يلعبوا على الوين كونديشنز بطريقه اسهل. ولكن طبعا عندنا ستيتش بيلعب الازريل احنا عارفين مدى قوه ازريل في الميتا جوي لاكي مرتاح جدا على الفولي بير شفناه مره والثانيه والثالثه في دوري المنافسين بيعرف يعمل انجيجز بهذا الشامبيون اللي بتعرف يعني خلي فريقه يفوز بالتيم فايتس قدام. ولكن طبعا شويه علامات استفهام حوالين هذا البليتس كرانك هل هيقدر ان هو يعمل هوكينج على تارجتس بسهوله عندك كميه موبيليتي عندك كميه ابيل من ناحيه سايكل اي سبورتس ممكن تصعب حياه بيولي في هذه الماتش اب فاظن انها مباراه متقاربه ممكن تروح في اي اتجاه ولكن دلوقتي في جانك في البوتين ربما جانك في البوتين طرف جندتك موجوده الفولي بيرو تريفيتي انت مباشره للاكزوست موجوده على الرامبل مباشره انت مش مرسف جنن الهوك ما يمش اي شيء ومجال اخرى ستيتش بالاوتو اتاك نتاعو موجود بالدي بي اس ولكن ريبال من طرف الفين يكون كافي ديزنجيج مباشره في البوتين محاوله من طرف الفريقين محاوله خاصه من طرف جندت بالبروكسي بلاي وكين في اخر المطاف يضيع فيها الفلاش نتاعو بينما ازرل من الجهه الاخرى يضيع الاكزوست يكون هذا هو مسار هذا الجانك في البوتين فين هي كمان تستعمل بوت سامنر ويكون هذا شيء مهم جدا لانه الفين لو رينج في الاولي جيم تكون فيري فيري ويك ما عندهاش الايتم زياده هيكون صعب جدا عليها الاسكيب المره المقبله عندما يكون جانك من طرف جوي لوكي. ياب اوكي محاوله جانك ثلاث من جوندات في عمل بيرن للفلاش بتاعته ترد عليها بالفلاش بتاعت البليتس كرانك فطول ما ازري مع الفلاش بتاعته طول ما دي مش هيكون فيها اي مشكله ولكن جوندات بيدور على الريتيرن جانك في البوت لين ولكن ما عندوش سيت اب الهوك اوك موجود من طرف البليتس كرانك مباشره على الاستاذه بين فضل يسابر وكيم جيل اخرى ربما الجيت اوف جوندات الفيرست بوت يذهب الى ازري مباشره وهنا يتقدم جوندات للمساعده ستيتش فضل يسابر وكمان 1 في 2 في الباك لاين يحاول ياخذ كيل قبل يموت على الساط ربما اوتو اتاك تكون كافيه لا ساس باللولو متاعه يكون كافي الكيو وياخذ بها الكيو وياخذ بها الكيل عايز اقول 1-1 في هذا التريد في البطلين ولكن الفيرست بلود يذهب الى عبعل والصحبه وهذا ربما يكون شيء جميل جدا لهم. وهوك رائعه طلعت من بيولي في اول البلاي دي اول ما فين عملت التامل بتاعتها لقدام في ثانيه الهوك طلعت من بيولي على البليتس كرانك والفول انجيج طلعت من ستيتش بعد كده عمل فلاش عمل اركين شيفت لقدام ولكن في نفس هذه اللحظه جندات كان موجود بالكاونتر جانك وستيتش كان هيجيب الريتيرن كيل كمان على ساس في البوت لين ولكن في النهايه الكيل راح اتجاه اللولو فنقدر نقول ان الفيرست بلود والجولد ادفانتج مع بعال الصحبه بالذات ان جوي لوكي بالفولي بير هيعرف ياخد التنين الاول تنين المحيطات. يا بالضبط هذا التنين كما قلت يكون مهم جدا اجانست البوك فولي بير جوي لوكي موجود في البوت سايد هو وبولي البليتس كرانك متاعو لاخذ هذا التنين غيكون هذا ممتاز جدا لفريقهم وصراحه من جهه عبعل اخذوا الكل على الاي دي سي من جهه سايكل الكل ذهب الى اللولو سبورت يعني صراحه ممكن يكون هذا وورد اكثر لفريق المصري فريق عبعل والصحبه في هذا الاولي جيم ياخذون بها التنين هي كمان عندنا الان الادفانتج والمومنتوم في المباراه يعني بين ايدي جوي لوكي بهذا الفولي بير بهذا الدب المصري متاعو هنشوف اذا استطاع ان يسوي بها اي سنوبول الان ياخذ اسكت الكراب بوت سايد بينما ماجيك يسوي بريشر
بريشر مرتفعه جدا على ريفنجر في الميد لين بهذا الفيكتور. فيكتور هو كمان صراحه ايت ا جود سكيلينج تشامبيون جود ميج في الميد لين كنترول ميج يكون عنده دمج مرتفع جدا في تيم فايت اي وي دامجز بالالتيميت نتاعو سي سي راهي فيدان والليزرز بالبوك ولكن لازم عليه ياخذ الايتيمز الاولى والثانيه نتاعو لكي يصل الى ذلك الباور سبايك المنتظر من طرف الفيكتور. اذا الى حد الان مش هيكون عنده امباكت كبير. خلينا نتكلم شوية عن الجريفز في الميد لين لان احد نقاط قوة الجريفز بيك دي ان هو بيبقى عنده ويف كلير دائم في الميد لين بيعمل اوتو اتاكس والكيو بتاعته بكيو واحدة بيعرف يعمل كلير لكل المينيونز فبيبقى على طول عنده برايوريتي فالبرايوريتي البدري دي فيكتور مش بيعرف ان هو ينافسها بصفة عامة فنقدر نقول ان ماجيك بالجريفز في الميد لين هيقدر ان هو يعمل روتيشنز احسن مع الجنجلر بتاعه لحد ما ريفنجر يعرف يجيب الابجريد بتاعه الليزر بتاعه يعرف ان هو يبتدي ينافس هو كمان الويف كلير اللي موجود مع جريفز وزي ما احنا شايفين فعلا ريفنجر بيعاني ان هو يبقى عنده نفس الويف كلير اللي مع ماجيك في الميد لين فمفروض ان هم يبتدوا يستغلوها فريق سايكل اي سبورتس ان هم ياخدوا سكاتل كرابس اكتر يبتدي يعملوا سيت ابس للبلايز حوالين السايد لينز ويحاولوا يعملوا يحاولوا يعملوا شوت داون لتوكسيك هيل على الاورن لان دي اكتر جانك هتبقى سهله بالنسبه لجون دات وماجيك ان هم يعملوا لها جانك. يا بالضبط والاورن الان عنده البامي سيندروم تاعو ولكن صراحه في توب لين هناك ادفانتج مرتفع في سي اس لطرف زيرو هذا هو المنتظر من هذا الماتش اب لانه رينج اجينست ميلي هنا نشوف جون دات في البوت لين موجود ولكن الكنترول وارد موجوده من جهه اخرى من طرف عبال وصاحبه الجون في اوه توكسيك هيل فيري لو في توب لين زيرو يتخدم عليه ربما نشوف السولو بولو في توب لين ولكن توكسيك هيل بالبامي سيندروم تاعو يرجع لورا يكون عنده الهيلينج الكافي شوف الهيلينج من طرف الاورن في هذه الدقائق المبكره من المباراه فيري فيري ديسكاستينج صراحه هذا الشامبيون من جهه اخرى زيرو مازال يحاول مازال ياخذ الفرص اللي تتاح له لأخذ الأدفانتج في هذه اللين صراحة عنده الأدفانتج في السياس ولكن الأورن يأخذ الأيتمز الأورن سوف يكون عنده سكيلينج ممتاز جدا في الليد جيم عبال والصحبة أوفرول في الليد جيم عندهم تيم كومبوري في الأحلام أورن في توب لين فيري فيري تانكي هيكون رائع في الليد جيم ويكون انكيلابل فيكتور هو كمان بعد الأيتمز نتاعه كما كنت تقول يا علي هيكون ممتاز جدا وإزريل وان أوف ذا بيست سكيلينج ديسيز في الليد جيم لكن من جهة أخرى ما ننساش أنه موجود الفين والفين تبقى رهيبة رهيبة خاصة أجانست التانكس خاصة أجانست الفولي بير أجانست الأورن وأجانست البيت سكرانك يكون عنده ترو دامج الأسى الإنفينسيبل لازم يكون هو الكاري لفريقه ولكن إذا استطاعوا عبال والصحبة الوصول إلى هذه الفين في تيم فايت هتكون الظروف صعبة لسايكل إي سبورتس. ولكن احب اشوف من جون دات شويه تركيز اكتر على التوب لين البوت لين المفروض انت تسيبه تماما يلعب الويك سايد بسبب ان فين ولولو ما عندهمش السيت اب لاي جانكس رامبل بالذات ما عندوش احسن يعني بيحتاج اللينرز يقدر يعملوا له سيت اب حلو يعرف يعمل بيها الايكولايزر بتاعه في نفس الوقت انت عندك ويننج ماتش اب في التوب لين بالنار على الاورن فتخيل لو الرامبل كان موجود مع النار وهو بيعمل بوشنج للويف الكبيره بيعمل لها كراشنج في التاور بتاع توكسيك هيل كان هيعرف يعمل له ديناي لفارم اكتر واكتر وزي ما احنا شايفين في جولد ليد رايح تجاه زيرو في التوب لين في الريفت هيرر دلوقتي مع جون دات ممكن يستخدمه ان هو يشيل شويه ضغط من ايام على البوت لين او يخلق ضغط اكبر في التوب لين ولكن الوضع امامنا ان فعلا ستيتش اد هو ويب يوليا حاطين ضغط وممكن يكون في دايف موجوده الفوليبر موجود ربما نشوف ترميجر سي سي موجود على اساس ولكن تيبي موجوده في البوت لين من طرف سايكل اي سبورت والبوك موجود من طرف ستيتش هو كمان بالكيوز نتاعه وفي اخر المطاف يكون تي بي فور نوتينغ هنا نايس موفز من طرف الاستاذ جويلكي مازال عنده ستورم برينجر نتاعه صراحه استعمل الفلاش ولكن ما ماتش من جهه اخرى شوف الميد لين وضعيه صعبه جدا يستخدم جون داتا الاستاذ ريفنجر فلاش اوت من طرف الفيكتور يحاول يبيع نفسه التيميت موجود من طرف الجريفز غير كافي فلاشين هاربون ولكن مره اخرى غير كافي ريفنجر هيعيش ب 1 اتش بي محاوله من طرف سايكل سبورت محاوله من طرف جون دات ولكن في اخر المطاف ريفنجر فيري كلتش في هذه ال 1 في 2 في الميد لين ما يموتش وياخذ البراي وياخذ الفارمينج الان اوف مهم قوي ان ريفنجر عرف يعيش في الميد لين لو كان ادى كيل ماجيك ادى كيل جون دات كان هيساعد الوين كونديشن بتاعت سايكو ولكن كون ان هو هرب باستخدام الفلاش مهمه للغايه وخلينا نتكلم برضو عن التليبورت اللي زيرو عملها في البوت سايد دي تعتبر لصالح ابعال والصحبه لصالح توكسيك هيل بكون ان هو اخذ فري فارم في التوب لين كل الضغط اللي نار حطه عليه ما كانش موجود لان نار نزل البوت لين ما عرفش ان هو ياخد ريتيرن كيل وبدل ما كان في فرق حوالي 400 600 ما بين الاثنين توب لينرز دلوقتي الجولد قل شويه وتوكسيك اللي عارف ان هو يعمل يعني كومباك خفيف على النار فنحب نشوف دلوقتي هل جوي لوك هيحب ان هو يدور على جانك تجاه التوب لين ام لا صراحة عبالو صحبة هذه فرصتهم they are so close this is the closest they have been للفوز بمباراة في الاي سي لحد الان عندهم الادفانتج في الايرلي جيم عندهم فارمينج ميد لينر واوت فارمينج الميد لينر للعدو عندهم في التوب لين اورن ولكن بعد هذا التي بي كما قلت من طرف زيرو استطاع الرجوع في المباراة من جهة اخرى في البوت لين ادريل هو كمان يقوم بعمل ممتاز جدا سنيتش ولا ستيتش عايز اقول بهذا الازر نتاعه ياخذ به الفارمينج على هذه الفين لحد الان موجود جندة مرسك اخرى في البوت لين يعني يظهر ليش انه يريد الذهاب الى التوب لين ولكن التنين الثاني في هذه المباراة سيكون موجود هو التنين
الجبال 6% باف في الارمر والماجيك ريزيست ممتاز على الكاريز ولكن ممتاز حتى على التانكس يعطيهم تانكنس ارهب من ما هما عليه. وفي جهه اخرى يبدا عدتين من طرف جند ربما نشوف تيفايت عن مقاريب موجود عبعل وصحبه وما كمان بثلاث اعضاء في البوصل من الخريطه بينما وسايكل اي سبورت بخمس افراد من فريقهم موجود نحو عدتين التيميت الازرل ولكن متاخر شيئا ما وغير غير مستطيعين صراحه. اوه هوك ممتاز ونوك اب ولكن انفنسيبل يكون عنده ريفلكسز ويكون عنده الفلاش في الوقت المناسب للهروب من هذا الهوك. نايس تراي من طرف عبعل الصحبه ولكن سايكل اي سبورت هم اللي ياخذون التنين الثاني في المباراه. يعني يا التنين الثاني دلوقتي تنين واحد لكلا من الفريقين وزي ما شفنا على الميني ماب هنلاقي ان ريفنجر عرف انه ياخد الفيرست موف تجاه الميد لين هيعرف ان هو ياخد البرايو ثاني فرون ان هو دلوقتي معاه الابجريد على الليزر بتاعه فيبتدي ان هو ينافس الجريفز في هذه الميد لين ماتش اب ما بين الاثنين لعيبه فرق 30 فارم لصالح ريفنجر فكون ان ماجيك حاول يستخدم الليد بتاعه في الايرلي جيم ما يعني يمكن نقدر نقول ان هو ما راحش لصالحه فنقدر ان ماجيك بهايند شويه في الماتش اب دي اكتر من احنا متوقعين ان احنا نشوف من جريفز الميد لين. يا بالضبط هذه قوه الفيكتور صراحه عندما يكونش عليه بانش في الايرلي جيم غيكون ممتاز غيكون عنده الدامج غيكون عنده الاولويه في هذه اللين وحتى اننا راينا كان عنده ربما فرصه السولو كيل عندما تمت عليه جانك من طرف جندات في الميد لين ولكن استطاع العيش بعد الجانك في ال1 في 2 فيري فيري كلتش صراحه الاستاذ ريفنجر وغيكون فيري امبورتنت لفريقه في تيم فايت خاصه لكي يكون تعادل في الدامج امام هذه الفين امام هذا الجريس اللي هو كمان غيكون عنده دامج مهما انه لم يفوز باللينينج فيز خلينا نقول ولكن غيكون عنده امبورتنس كبيره في التيم فايت. جهه اخرى لوكي مارس اخرى موجود نحو البطل من الخريطه وهذه المره هتكون الفيجن معطات لفريق سايكل اي سبورت موجود ساس هو انفيزيبل ولكن شوف الفولي بيرت قدم وسط فين بدمبل انفيزيبل نتاعه ولكن شوف ان الصوم بريجر موجود التيميت طرف الازل دمج مرتفع جدا التيميت طرف اللولو ورمان شوف هذا كافي تي بي في البوت لين ماجيك يتقدم وياخذ بها كيل مباشره. نايس تراي من طرف جوي لوكي ولكن الاجابه هتكون موجوده من طرف سايكل اي سبورت 2-1 الى حد الان. يا مس بلاي في التاور دايف ما بين بيولي وما بين جوي لوكي. جوي لوكي ما اظنش بالصوم بريجر عرف يعمل بلاي. اوه اون لون في توب لاين دبل سماك وداش ان مباشره من طرف توكسيك هيل سولو كيل على الزيرو بعد ما كان عنده اورلي جيم صعب جدا في البوت لين ما زالت فايت موجود بوك موجود من طرف ستيتش بالازل نتاعو محاوله 3 في 2 من طرف سايكل اي سبورت لكن في اخر المطاف هيكون ديزنجيج من طرف الفريقين ولكن الاورن سولو بولو في التوب لاين على الزيرو يا علي. توكسيك هيل هيعرف يجيب السولو كيل مهمه للغايه على نار على قد ما هو مفروض ان هو بيهايند هيعرف شويه الجولد اللي هياخده من السولو كيل دي ترجعه تاني في هذه الماتش اب هيعرف ان هو ينهي بيها الميثيك ايتم بتاعه هيعرف ينهي بيها التوربو كام تاج ورامبل جندات حاول ان هو ياخد الريتيرن كيل ولكن الريكول هتعرف انها تستخدم في اخر ثانيه. الجولد متقارب جدا ما بين الفريقين 2-2 في الكيلز 1-1 في التنانين الفرق الجولد يعني خلاص فكه شويه جولد بساط جدا فرايزو تقدر تقول ان هي دي الفرصه للاثنين تيمز ان هم يلعبوا على الوين كونديشنز بتاعتهم دلوقتي في الدقيقه 14 مفيش اي اخطاء كبيره ظهرت لنا ومفيش اي ادفانتجز كان موجودة هوك موجود نعرف البيسكا كان نوك اب سايلنس والكيل بكل سهولة بينما نو ماجيك انا اوفر ستيبينج صراحة نحو من دون فيجن نحو البوت سايد من الميد لين هيكون فري كيل لعبعل وصحبة مباراة متقاربة جدا نحس انه الضغط مرتفع جدا في المباراة على الفريقين الكل لا يريد ان يعمل الخطأ وهذا هو اللي قام به ماجيك الان غلط كبير جدا يعطي بها كيل للاستاذ ريفنجر وريفنجر بهذا الفيكتور عندما تعطيه الكيل عندما تعطيه الادفانتج في الاولي جيم غيكون ممتاز وغيكون هو الثالث الكبير من طرف عبعل على سايكل اي سبورت في تيم فايت. الان الكاونتر جانكينج موجود من طرف جويلوكي على هذا الريد باب في البوت سايد والتنين يكون موجود من هنا دقيقه و40 ثانيه لازم نشوف فايت من هنا هناك. يعني وهي دي قوه البليتس كرانك بصفه عامه انت تتحرك مع الجانجلر بتاعك تعمل كلير لشويه ووردز وتدور على اي حد اوت اوف بوزيشن وتعرف تلاند عليه الهوك زي ما احنا شفنا دلوقتي جوي لاكي وبيولي بيتحركوا مع بعض ماجيك اتعمل له زون رائعه من السلو زون من الجرافيتي ويل بتاعه استاذ ريفنجر في ميد لين بالفيكتور فالزورنج ده كله سمح للبليتس كرانك لو يعمل لاند الهوك بتاعته بكل سهوله والفولو اب طلع من الجانجلر بتاعه ودلوقتي ابعاله الصحبه هم اللي معاهم الماب كنترول هم معاهم البرايورتي في البوت لين لسه مستنيين نشوف الانفينسيبل بالفين يعرف ان هو ياخد السكيلينج بتاعه ينهي على الاقل الكراكن سلاير يعرف ان هو يعمل كومبو للدامج بتاعه حتى لو هو اتجه اتجاه الشيلد بوم ممكن نشوف انهي بيلد هيتجه لها انه يعرف يعمل بيلينج من كميه الماجيك دامج اللي طالعه من فريق ابعاد الصحبه حتى ادهم على الاقل ازاي كان بيقول ان هو ممكن يبني الويتس اند بيلد يعني عشان يعمل كاونتر لبعض من الاي بي دامج الموجود ولكن لسه حبه حلوين عقبال ما نشوف انفينسيبل بالفين اونلاين يا رايزو.
يا بالضبط. ولكن في هذه الاثناء اول برج يسقط لصالح عبعل وصاحب البرج الاول من المباراه ذهب الى الفريق المصري. كيف نشوف الاون هول مجم طرف تكتيكي للنوك اب موجود على جندات فضي سامي شتنا لما كان ريفنجر بالعتم تبعه الشوايه ولكن غير كافيه متاخر شيئا ما النوك اب من طرف تكتيكي على لا شيء الى حد الان. ولكن الكيل يذهب الى عبعل وصاحبه مره اخرى ريفنجر از جيتنج هيوج بهذا الفيكتور نتاعو وتكتيكي هو كمان 2-0 والان بيهايند 20 سي اس. ولكن شوف الميد لين السي اس ديفرنشال 40 سي اس ادفانتج عند ريفنجر امام الاستاذ ماجيك بهذا الجريفز. هل هو البيكا صائب؟ ولكن في توب لين التوريت تسقط لصالح زيرو ولكن توكسيكي يتقدم يحاول ياخذ بها تريد ولكن يسوء لحد ما يكونش الدمج موجود من طرف هذا الاورنج الاخرى في الميد لين. اربع افراد من عبعل وصحبه متواجدين يبحثون على البيك يبحثون على السيطره على هذا البوسيد من خطر لانه التنين موجود وهو الصول يا علي الصول التنين الناري اللي يعطينا 4% باف في الاي بي والاي دي وهو ممتاز جدا يكون رائع على ستيتش يكون رائع على ريفنجر يعطيهم الكثير والكثير من الدمج هذا بوت كاريز في عبعل. وهو ده الوين كونديشن تبع الصحبه هي دي الطريقه اللي انت تلعب بيها الكومب بتاعتك تحاول تاخد بيكس عندك اللونج رينج انجيج بالاورن عندك اللونج رينج انجيج بالبليتس كرانك فالبيكس دي مهمه للغايه. ونرجع تاني للميد لين يا رايز ودي فرصه ريفنجر ان هو يثبت نفسه. ريفنجر كان يعتبر هو نجم الفريق هو اللي ساعدهم في دوري المنافسين ان هم يوصلوا الى دوري الابطال هو اللي يعتبر الفريق كله مقام حواليه فالمره دي ريفنجر عارف ان هو ياخد افضليه كبيره على خصمه في الميد لين واخد 1000 جول ادفانتج لكن هو توب بوزيشن نحس تو مباشره فلاش ان طرف جندات يتقدم عليها ليست موجود طرف ريفنجر يحاول ان يتشيس فريق ساك ليسبورت الالتيميت والايكوالايزر موجود طرف هذا الامبر شفت دمج ريفنجر 1 في 2 يحاول ياخذها ولكن شات داون ماخوذ من طرف الجريس مباشره كان ساس موجود هو كمان للمساعده اللي تحتاج اليه. وفي اخر مطاف هنا التشيس تكون صائبه من طرف جندات بعد استعمال الفلاش لهذا الفيكتور هياخذوا الكيل نايس كول من طرف ساك ليسبورت. كاستر كيرس لسه قاعد امدح في ريفنجر ان هو من احسن اللعيبه اللي هو دلوقتي بيلعب جيم لذيذ ولكن في النهايه اتعمل له جانك في البوت لين نزل عليه الايكولايزر كان ناقصها 3 ثواني على الكول داون رجعت على طول ولكن انا شفنا كميه الدامج اللي ممكن يطلع في وقت قليل قوي وده لسه فيكتور بايتم ونصف فقط فتخيل ما بالك فيكتور ده ممكن يبقى عامل ايه في الليت جيم. ولكن كيل مهمه جدا شوت داون جولد هتروح في جيم ماجيك على الجريفز في الميد لين ولكنه متجه تجاه الاكليبس بيلد مش الايموشن شيلد ولايف ستيل بيلد احنا بنشوفها احيانا على الجريفز في الميد لين اثنين اوبشنز يعتبروا خيارات منيحه بالنسبه للجريفز ولكن في النهايه الجولد ليد ما زال متقارب يا رايزو تنينين لصالح ابعال والصحبه ولكن تنين واحد فقط مع السايكل اي سبورتس انا اتوقع ان احنا نشوف فايت ضخمه في التنين القادم. يا بالضبط هيكون هذا وصول بوينت لعب على الصحبة هيكون هو التنين الثاني لسايكل إسبورت لازم الكونتر هذا التنين ريفنجر اللي قام بالغلط في البوتين بعدما رأى أنه الكونتر والد تمت كلير من طرف سايكل إسبورت ذهب وفي تشيك نحو هذا ترابش ومرة أخرى ريفنجر فضي سابق في التوب لين 1 في 2 أم 0 أمام جنطة يتقدم يحاول البيل يحاول الكايتين ولكن تبقى موجودة في التوب لين من طرف عبال الصحبة متأخر شيئا ما ريفنجر يموت 1 في 2 الأون هون موجودة النوك اب يكون موجود على الأستاذ جنطة بهذا الرامبل والهوك موجود من طرف بولي مرة أخرى هيكون كلاتش النوك اب من طرف توكسيكي لتشيس والدايف على زيرو وموجود الأزرار دي بي مرتفع ولكن غير كافي زيرو ستيل هيلثي ميد لايف لحد الان توكسيك هيل تانكينج ذا تيرت هيكون تانكي انف هو كمان الكمش الاخرى جوكي يتقدم زيرو ربما 1 في 4 التشيس تكون موجوده من طرف عبعل لا هيا فضلوا انهم يلعبوها سيف يرجعون ياخذون البرج في التوب لين وهذا هو القرار الصائب صراحه ثلاث ابراج لواحد نايس تراي من طرف عبعل ولكن البيك يكون مره اخرى موجود على ريفنجر في التوب لين. اوكي ريفنجر اتقفش تاني على السايد لين اوت اوف بوزيشن ولكن المره دي كان معاه تيليبورت كان معاه تيم ميت موجودين هم كمان في المنطقه نعملوا تريد للكل اللي عرفت تروح عليه ولكن ريفنجر دلوقتي هيبقى بهايند شويه عن الادفانتج اللي هو اخده في الميد لين ولكن ستيتش عرف ان هو ياخد شويه جول تاني في جيبه هيعرف ان هو يوصل للسكيلينج بتاع ازر اللي احنا متعودين نشوفه هيعرف ان هو يوصل للميورا مانا باور سبايك اللي ازر فيها بيبتدي يوجع الكيو بوك بتاعه بيبتدي هو كمان يبقى موجود ولكن شالي في الميد لين هتكون سبوند يا رايز. يا شيلي موجوده في الميد لين ياخذوا بها بعد التورت وهنا شوف الريبلاي في التوب لين يا علي هنا زيرو صراحه كان موجود في البوش انتظر جندات هنا يكون هنا موجود الايكوالايزر على ريفنجر اوت اوف بوزيشن اوت بوشينج مره اخرى من دون فيجن هيكون فري انجيج من طرف سايكل اي سبورت على هذا الميد لينر هيموت مباشره ويخلي الاورن 1 في 2 ولكن كان البريس هو الازرال في الرومينج موجودين كمان الهوك هيكون رائع جدا من طرف بولين وسينرجي رائعه مع توكسيك هيل بالنوك اب نتاعه مره اخرى نوك اب ولكن زيرو از تو تانكي صراحه بهذا الميجا جنار ما كانش في الميني جنار في هذه الاثناء اذا صعب جدا الكل عليه ونتابع المباراه مع بعض لحد الان شوف التعادل في السكور بورد 3 ابراج لاثنان شوف التعادل في الجولد 33 كي جولد بوت تيمز تنينين لواحد لصالح عبعل وصحبه 5 كيلات لاربعه لصالح عبعل وصحبه وصراحه نحس انه الكل ممكن يصير في تيم فايت المواليه يعني
وتوكسيك هيل بيلعب مباراه رائعه بصراحه حاليا. المفروض ان هو في لوزنج ماتش اب ولكن عارف يجيب سولو كيل, دايما موجود بالتليبورت, عارف يعمل بيك كمان في الميد لين. فسو فار على قد ما كان في معاناه من ناحيته في بدايه الموسم من هذا الموسم من الاي سي, ولكنه النهارده عامل مباراه رائعه, عامل اداء رائع, المفروض ان هو يكمله للاخر لو عايزين ابعاله صحبه يحرزوا على اول فوز ليهم. عندك طبعا الانجيج اوبشن قد يكون موجود من الاورن, الاورن هورن دايما بنشوفه المفروض يكون مستخدم ان انت تعمل سيت اب لبيكس رائعه مع الفولو اب بتاع الفوليبير, ممكن يسمح لابعاله الصحبه ان هم يلاقوا البيك القادمه. ولكن رايزو 30 ثانيه فقط على التنين القادم, ابعاله الصحبه مش في البوزيشن لان سايكل هم اللي واخدين الريفر كنترول, وهذه هي اللحظه اللي ممكن نشوف فيها تيم فايت بريك اوت ما بين الفريقين. بدايه الفيجن وار في البوت سايد من الخريطه, الكل يحاول ياخذ البرايو, يحاول ياخذ الفيجن, ولكن يبدو لي ان البرايو ميد لين موجوده من طرف سايكل. اسبوت من جهه اخرى في البوتين, الويف يعني صراحه متعادله في في منتصف اللين في البوتين. جهه اخرى بولي موجود بهذا الهوك ترت على فريق سايكل اسبورت, لازم عليهم الحذر لانه الان من دون فيجن من دون وار يكون صعب جدا عليهم التقدم نحو هذا التنين. وان هوك از انف على الاستاذ ماجيك, على الاستاذ انفيسيبل لنهايه التيم فايت مباشره لصالح ابعال الصحبه. اذا لازم الحذر من بولي والهوكس نتاعهم. جهه اخرى موجود قابلوا صحبة هنا بالفيجن كلير, ولكن شوف هنا الفيجن وارد, شوف وارد تأخذ الوارد من جهة أخرى, تأخذ مرسل أخرى, يتقدمون على داتين. شوف الهوك موجود كمان في نتحدث الأوفر كون طرف اللولو واتفا تدلق الأون هورمال كيل, الكيل موجود من طرف الفنجن مباشرة 4 في 5 إلى حد الآن. يتخذ ميجا كنا دبل سي سي مباشرة في الباك لامبتة جدا, وهنا يستيج فوضع يسابر, ولكن الفين تقدم نحو تيم فايت الفلاش إن وتو أتاك واحدة تكون كافية. الكيل الأول يذهب, الكيل الثاني يذهب, 1 في 3 في الباك, ولكن شوف هنا الإكزوست موجود سي سي دبل كيل من طرف الفين يحاول, ولكن أمام ستيج غير ممكن دبل كيل, أمام دبل كيل 7 7 في سكور بورد. ولكن سكايكل إيسبورت يأخذون البرايو, يأخذون التنين التاني لهم في المباراة, ولكن موجود تشيس من طرف جيلوكي, هو ستيج يدخل مباشرة على ماجيك على جوندات, ولكن جيلوكي ماذا تفعل؟ فيري فيري سكويشي يموت مباشرة تريدد من طرف ستيج, يحاول ان الكاتينج على نفسه بالأوتو أتاكس بالكيوز نتاعه, ولكن ستيج كيو في الوراء دور ديركشن يا أستاذي ستيج 1 في 2 غيكون سيف ويرجع الوراء بالإن تاعه. نايس فايت أوفرول 8 8, ولكن التنين يذهب إلى سايكل إيسبورت. وصراحة جيلوكي كان شوي متحمس في هذه التشيس, يا متحمس شويه في هذه التشيس, وعمل برضه ستورم برينجر في بدايه الفايت, ما عملتش لاند على اي حد, خليته يكون اوت اوف بوزيشن. وماجيك مره اخرى بيدور على كيل تاني على ستيتش, فيري فيري لو. شوف الاوتو اتاك من طرف ماجيك بالباف للاوتو اتاك من طرف اس اي اس ساس بهذه اللولو نتاعو, صراحه دمج مرتفع جدا. ستيتش لحد الان كان فيري لو, كانت امكانيه قتله صراحه لو كان الالتيميت موجود من طرف الجريس, ولكن لسوء الحظ ما كانش الالتيميت في الكول داون. اذا ستيتش يكون سيف, يرجع لورا ويلعب سيف, وصراحه لازم الحذر, لازم الحذر لانه الدمج مرتفع جدا, وممكن نشوف كيلز في بدء ثواني فقط من كلا الفريقين يا حبيبي. أجل يا شفنا قوة الكوم بتاعت سايكل اي سبورتس, لازم تحترم الميجا نار يعني لازم تحترم احترام تام, لان الميجا نار طول ما هو موجود في التيم فايت بالذات وانت في تشوك بوينت, هما كانوا محشورين مع بعض ناحية الانتري بوينت بتاعت الريفر, فده اللي سمح ان الايكولايزر مع الميجا نار التيميت عرفوا بيها ان هم يعملوا دامج عالي على التيم ممبرز بتوع العيال والصحبة. الريفنجر اتعمل له ديليشن من اول الفايت, ما كانش معاه الفلاش, اتعملت بيرن قبل كده في فايت مختلفة. ستيتش هو الوحيد اللي عرف يعمل دي بي اس في الفايت, ولكننا شفنا قوة هذا الازري قد ايه ممكن تكون موجودة لو عرف ان هو يستخدم الفول كومبو بتاعه. ولكن سايكل يفوز بتيم فايت اخرى, يفوز بالتنين التاني, ورايزو مباراة متقاربة, مفيش اي فريق عايز ادفانتج. تيم فايت في توب لينك, الاول يذهب الى جولوكي مباشرة, تي بي موجودة من طرف توكسيك للمساعدة, والان 4 في 5 والبارن ناشر موجود في الخريطة, وعبال والصحبة عندهم البرايو, عندهم البرايو على ده البارن, اوبجيكتيف مهمة جدا ما غير موجود ساس البير هنا على فريقه. لازم نشوف محاولة كونتست من طرف فريق سايكل, ولكن يبدو لي انهم يتركون هذا البارن. لا, جوندات يتقدم نحو التوب سايد, ماجيك موجودين هنا, التيميت الازر اللي اخذ بعد الفيجن فيري فيري لو, هذا البارناش الموجود جوندات ممكن يكون هو, لا مو غير ممكن الهوك من طرف البليتس كرانك. يا سلام, كنت عايز اقول انه ممكن يكون هو البطل لفريقه, هو المعجزه لفريقه, ولكن بولي يقول لا 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 لا, ويسوي هنا هوك ولا في الاحلام على الجنجلر من دون سمايت. صعب جدا الكونتست على هذا البارناش اللي يذهب مباشره لابعل والصحبه. ممتاز جدا الميد جيم من طرف هذا الفريق المصري اللي قام بامبروفمنت ممتازه جدا من بدايه هذه السبريت, والى حد الان هذه اقرب فرصه لهم لاخذ اول وين في الاي. هذه فرصة تبعله الصحبة انهم يحرزوا فعلا يا رايز على اول وين ليهم. ولكن بيولي الاستاذ الصياد اصطاد ساس في بداية الفايت, قبل ما يكون في فايت عرفوا ياخدوا البارن ناشر, او ما جندات قرب اصطادوا هو كمان بالهوك بتاعته, وتو كيلز هيروحوا لصالح تبعله الصحبة, وبارن ناشر هتسمح لهم ان هم يتحركوا حوالين الماب. قد تكون فرصة تبعله الصحبة انهم يحرزوا على اول فوز ليهم في الاي سي. اداء رائع حوالين الماب, اداء رائع بالماكرو اللي احنا بنتفرج عليه, والمباراة في ايدهم تماما انهم
يا بالضبط. هنا البارن بورد مينيونز موجودين في الميدين بوش باربع افراد من طرف عبال وصحبه وبولي في الفرونت لاين مره اخرى. بيك تريت هنا بهذا الهوك نتاعه ممكن ياخذ بها بيكس على فريق سايكل اسبورت في اي لحظه اذا لم يكن الحذر من طرف هذا الفريق. الان التيرت رقم 2 في الميدين تسقط لصالح عبال وصحبه ينتظرون ويكون مره اخرى من طرفهم بوش في الميدين. ربما نشوف التيرت اللي الهيف تسقط هي كمان باربع افراد فقط متجهين نحو هذه بخمس اعضاء يقول استسمح نحو التيرت رقم 3 في الميدين. الكواليتي الموجود من طرف الرب اللي بعد الويف كلير ان سموك سكرين ولكن شوف الهوك ممتاز ولكن غير ممكن ان داش اوت من طرف الاستاذ ماجيك بيلجريز نتاع زيرو يحاول ان الانجيج عنده ميجاجنار بعد قليل الريت موجوده. ربما نشوف انجيج من طرفه ولكن الديزنجيج واحترام كبير جدا من طرف عبال وصحبه لهذا الانجيج بوتنشل من طرف سايكل ايسبورت. بيلجنار والالتيميت نتاعو هاي لعبوها سيف يرجعون للوراء وهذا هو القرار الصائب الصائب صراحه لانه لازم لا يعطيهم اي فرصه للعوده بالمباراه. لكن نو ايكولايزر نو ميجانار من ناحيه فريق سايكل اي سبورتس ده المفروض يدي افضليه مع الويف دي لعب على صحبه ان هم يكسروا النكسس تاور الانهبيتر تاور في الميد لين يعرفوا ياخدوا الانهبيتر بدون اي مشاكل خالص. ان ساو سايكل من غير الالتيميتس المهمه للغايه بالنسبه للفريق يحاولوا يعملوا فايت هيخسروها بنسبه كبيره جدا. لعب على صحبه عارفين الموضوع ده كويس اخذوا الانهبيتر في الميد لين. ايكولايزر على وشك انه يرجع من الكول داون ويتجهوا اتجاه اما البوت لين تاور او يعملوا ريسيت قبل التنين القادم قد يكون سول بوينت لاحد من الفريق. يا بالضبط هذا السول بوينت لكلا الفريقين هيكون تنين ناري مرة أخرى. نذكر الجمهور أنه يأتينا 4% بف في الـ AP والـ AD وممتاز على الدامج ديلرز. هيكون سول بوينت لفريق سايكل إذا أخذوه سول بوينت لفريق عبال إذا أخذوه ولكن الآن عبال بهذا الأدفانتج اللي عندهم في الميدلين عندهم برايو ميدلين يعني بيرما برايو ميدلين وبيك ربما يكون أجندات فير في الكلاتش ولكن يشوف الإكلايزر الشخصين مباشرة الإنفيسبل يتقدم أوتو أتاك ورا أوتو أتاك من طرف الفين ولكن غير ممكن أخذ الريفنجر زون يعني توب بوزيشن توكسيكي اللي حاول البيل ولكن غير ممكن نشوف زيرو من فلانكي بوزيشن شات داون على الريفنجر فلاش من طرف توكسيكي وتشيساتكم موجود من طرف سايكل إي سبورت حاول ان يتوكسيك العيش ولكن غير ممكن الهروب من طرف انفينسيبل ياخذ بها الكيل اوتو اتاكس موجوده مره اخرى على هذا الدريك ليكون كلتش. جولوكي يحاول الكستيل غير ممكن بلوتين هاسلين دراجون الان زيرو في تشيس على جولوكي حاول سومبرينجر اوت مباشره من طرف هذا الجنجل اللي لعبها له الصحبه. بيك ممتاز جدا على ريفنجر بيك ممتاز جدا على توكسيك كيل وهذا هو المطلوب من طرف سايكل اي سبورت للكومباك في هذه المباراه. والان بالسول بوينت عندهم بريشر كبيره على الخريطه. سايكل اي سبورتس لن يقعوا بهذه السهوله. 2 3 سكور بتاعهم معانا في الاي سي عايزين ان هم يورونا ان هم يستاهلوا ان هم ينافسوا هم كمان على التوب 4 يقدروا هم ينافسوا مع الفرق في الاي سي. وحاليا محاولتهم ان هم يرجعوا تاني للمباراه محاولتهم ان هم ياخدوا بيكس على ريفنجر وعلى توكسيك هيل هتسمح لهم ان هم ياخدوا السول بوينت ويلعبوا على دراجون سول كونديشن. وقوه التيم فايتس موجوده مع هذا الفريق موجوده مع الميجانور موجوده مع الايكولايزر وعارفين كويس جدا ان الفين وصلت للباور سبايك بتاعتها وصلت للثري ايتمز ليفل 13 مع ترو فول دامج. هتعرف ان هي تنسف اورن طول ما هي بتعرف تضرب فيه بكل سهوله تقدر تنسف التنكات من ناحيه ابعال والصحبه والامور تبدو انها في صالح سايكل اي سبورتس تبدو انها في صالحهم ان هم يعرفوا يعملوا الكومباك غير لو الاستاذ الصياد بيولي عرف ان هو يورينا هوك ورا هوك زي ما ورينا قبل كده بالذات ان بارن باف كمان دقيقتين حال ابعال والصحبه هيدوروا على البيكس المناسبه اللي ترجعهم تاني او يخليهم يكملوا بالادفانتج اللي معاهم في البوشنج لين في الميد لين. 30 دقيقة into the game وشوف التعادل التام في المباراة يا ايدوي 10 10 في سكور بورد 48 كي جولد لكلا الفريقين 5 ابراج لاربعة لصالح عبعل وتنينين لثلاثة لصالح سايكل. بينما انه صراحة عبعل اخذوا الانيبيتر في الميدين عندهم البرايو في الميدين بهذه السوبر مينز اللي تكون موجودة البيرمان بوش غيكون موجود ولكن من جهة اخرى سايكل بالاجابة كل مرة يكون بيك على ريفنجر كل مرة يكون بيك على ستيتش غيكون هذا لصالحهم شيء جميل جدا. ستيتش الى حد الان 4-1 بهذا الازريل وهو دي بي اس مرتفع جدا في التيم فايت صراحة الفريق خفي لفريقه لازم محاولة من طرف بولي هنا ولكن نايس جوك من طرف سايكل من جهة أخرى البوش يكون موجود على التورت رقم 2 في التوب لين ميد لايف لحد الآن ما زال موجود فريق عبال وصحبة في هذه الأجواء من الخريطة. ومن جهة أخرى أورن توكسيك هيل موجود في البوت لين يحاول يعمل بعض البريشر هو كمان لفريقه لمحاولة مساعدتهم ولكن يبدو لي أنه سايكل بخمس أداء الديفنس تكون نحو التوب لين أمام أربعة من طرف عبال. البوش موجود وستيتش موجود لكن شوفنا الإكوالزر مرة أخرى مستعمل من طرف ربل ولكن الهوك موجود من طرف رسالة بولي ولكن على زيرو ميجانا يكون موجود ربما يتخدم زيرو في الباك لاين فيري فيري لو ولكن الكيل الاول ياخذ على بولي مباشره ستورم برينجر اوت من طرف الفولي بيبقى توكسيك فاضي زي ما تريبل نوك اب من طرف الاون يا سلام سيسي من طرف زيرو ياخذ بها كيل مباشره الاستاذ انفيسيبل والان الفين اون لاين. الان الفين عنده الكيل اللازمه لكي يسوي كاري لفريقه 4-2 بهذه الفين عنده 224 سي اس وممكن يكون هو البطل هو المعجزه اللي ساكن اسبوع اللي فوز مباراه. من الجهه الاخرى يفقدون ثلاث رقم واحد في النكسس
يا سوبر مينينز هيعرف يعمل بوشنج لنكسس تاور رقم واحد، ولكن بيولي عمل هوك للممبر الوحيد اللي هو مش مفروض يعمل له هوك، هو النار وهو 50% الريج، عارف انه يحرز على الميجا نار. اول ما اتعمل له هوك على طول اتحول لميجا نار، بقى تانكي، عارف انه يجيب كمان بيك على توكسيك هيل، وتوكسيك هيل بالتليبورت بتاعته في وسط الانمي ما سمحتش لابعاله وصعب ان هم يقدروا يفوزوا بالتيم فايت. وتيم فايت اخرى هتروح لصالح سايكل اي سبورتس، بارن ناشر موجود حاليا على الخريطه يا رايزو، ونشوف تاني البلاي في التوب لين. ايكولايزر جت على الويف، وبرده الهوك من بيولي جت على ميجا نار، وميجا نار مبسوط بالهوك دي، هو عايز يبقى في وسط الانمي، تحول الميجا فورم بتاعه وعرف يجيب الالتيميتس، عرف يجيب السي سي اللي سمحت لهم بعد كده ان هم يجيبوا كيل على توكسيك هيل، كيل برده على بليتس كرانك اللي عمل خطا بالهوك بتاعته على النار. والبارن باف هيبتدوا سايكل اي سبورتس، ولكن هيعرفوا هم ما عندهمش الاتش بي بارز، وجوندات لو اتش بي هيلعب على الصح، ممكن يتجهوا الى هذا البارن ام لا. هذا هو الخطأ اللي ربما كان ينتظره عب على الصحبة، ولكن سايكل إسبورت جون لورا، ولكن جون دات is very very low، عنده سمايت سنتاو صح، ولكن صعب جدا الكونتست الآن. البارن نشر يقام من طرف عب على الصحبة مباشرة، ريفنجر موجود هنا في البيت، موجود جون دات يحاول المساعدة، ولكن صعب جدا الكوارزون موجود هو كمان، ونايب دمش مرتفع جدا من طرف خزيفات مباشرة، نشوف نايل بين ينفزي بالبطوة تاكس نتاو في الباك سايد من الخريطة، ممتاز جدا الكل أولي يخذ من طرف ماجيك ويتخدمون عليه. البارن very very low إلى حد الآن، مازال ما أخذه ولا فريق من الفريقين. زون ستولن من طرف الأستاذ جون دات بالرمب متاعه، هنا تكون الشيس موجود على ستيج وجه الاخرى، يموت توكسيك هيل 1 في 4 في الباك لاين، يحاولون الشيس على ستيج فيري فيري لو، هو كمان ماجيك موجود، ولكن الازرق غيكون سيف بهذه الداش اوت نتاعه، وغيكون ستيل ولا في الاحلام من طرف الرامبل ان ذا جانجل. 172 سي اس 40 سي اس ادفانتج على جيولوكي، وغيكون كلتش لفريقه في هذا الفايت نحو البارناتشر، هو انفيسيبل كانوا هم الكارثه في هذا الفايت. ميس كوميونيكيشن طلع من ابعاله الصحبه، في اثنين ممبرز واخدين بيقفين على البارن، بيولي واقف في بوش بعيد، ريفنجر واقف برضه هو كان مش بيضرب في البارن، وفي نفس الوقت مش بيعمل بوك للانمي تيم، وستيتش خرج من البارن بيت في نفس اللحظه اللي جوي لوكي كان بيعمل فيها بيرست للبارن ناشر، فميس كوميونيكيشن في كل مكان، سمح لسايكل ايسبورتس ان هم يعاقبوا التوتر اللي موجود من ناحيه ابعاله الصحبه ويفوزوا بتيم فايت اخرى. دي برضه نقط قوه الرامبل نار في التشوك بوينتس، في البارن بيت، في الدراجون بيت بصفه عامه، وحاليا الدراجون سول سباوند على الخريطه، ممكن يروح لسايكل اي سبورتس لو ابعاله الصحبه ما اتجهوش اليه حالا، ما اتجهوش الى هذه الفايت ان هم يكونوا موجودين. ونشوف تاني في الاعاده بيولي كان لوحده ما بين اثنين، مات في ثانيه، ريفنجر هو كمان خرج بره، اتعمل له زونينج من ممبرز هم كمان، ودخلها تاني على طول على التنين الفايت على السول. اوكي هذه هي الصور مهمه جدا للفريقين، زيرو عنده الميجا نار بعد قليل، وغنشوف ان انجيج على هذا التيم من طرف ساكن فلور، يقام بسرعه فائته جدا، هاي موت مباشره، الالتيميت من طرف الاون هور موجوده، نوك اب يكون موجود على اللولو وعلى الفين هي كمان، الالتيميت من طرف الاستاذ فيكتور، شوف الدامج بالالتيميت بتاعه على فينسي فيل، ولكن في اخر المطاف ما يكونش كافي، سايكل اي سبورت ياخذون البرايو، يقومون بالتنين، شوف الكول ديسايزيفنس من طرف هذا الفريق مباشره، يقومون بالتنين ياخذون الديزنجيج بتاعهم، يرجعون لوراء، يكون فول ريسيت من طرف هذا الفريق، والان عندهم الادفانتج، والان 3K جولد ادفانتج، والسول لتنين الناري موجوده عندهم، يكون الدمج مرتفع جدا من طرف انفينسيبل، خاصه بالبيلا يكون موجود من طرف اس اي اس ساس بالولو مساوي في البوت لاين. اكيد دلوقتي سايكل اي سبورتس اون لاين بكل قوه، انفيرنال سول مع اربع ممبرز بيستفيدوا بهذا الباف، دلوقتي الفين وصل للاربعه ايتم باور سبايك بتاعتها، جريفز المفروض ان هو يبتدي يوجع هو كمان، وفي نفس الوقت ياما شفنا الميجا نور قوته، ياما شفنا الايكولايزرز قد ايه ممكن تقلب التيم فايت في اي لحظه. سايكل اي سبورتس بالبارن ناشر هيعرفوا ان هم يعملوا بوشنج للسايد لينز، فرصتهم ان هم يكسروا الانهبيتر تاورز في الناحيه الثانيه، يبتدوا ان هم ياخدوا كذا انهبيتر يحطوا ضغط على فريق ابعال والصحبه في هذه المباراه، بالذات ان هم معهمش انهبيتر في الميد لين تاور. ميجا نار مره اخرى تحس ان كل ما يكون في خطر ان يبقى في فايت زيرو على طول مستعد انه يعمل الالتيميت بتاعته، على طول مستعد ان هو يكون موجود، واداء رائع تاني من بعد ما اخذ السولو كيل، ابتدى ان هو يركز تاني، وعباله صعب ما لهمش اي اختيار ان هم يستنوا سايكل ايسبوس ان هم اللي يعملوا الخطا عشان يتعاقبوا عليه. هذه الكوارزون موجود ممتاز جدا من طرف الاستاذ جون دات بالرامبل نتاعه، ويكون رائع وياخذوا بها الثالثه في البوتين اللي بيتر، ولكن الهوك موجود على الاستاذ ماجيك، يشوف الفين فريد بيسن كيك اول يخط على الجريفز، لكن هون هون دوب نوك اب ممتاز جدا من طرف عبال الوسط انفيسبل، هيكون فضيحه سابل اي سي اس يموت مباشره، ويكون تشيس موجود من طرف عبال نوك اب موجود من طرف الاون مارس نوك توكسيك هيل فيري كلاش لفريقه، والان اس سي موجود على زيرو داش من طرف ستيتش يكون كافي كلاش هوك، ولكن انفيسبل اوت اوف ذا رينج، ولكن فلاشين ليزرز موجوده من طرف الفيكتور الريبان، ولكن غير كافي ربما الاوتو تاكس موجوده انفيسبل
انفنسبل يحاول الكاتشنج اوتو اتاك ولا اوتو اتاك ولكن غير كافي. الجي اي موجود ولكن 1 في 4 صعب جدا عليه الوضع هنا. يتقدم بالتمبل نتاعه ولكن شات داون موجود من طرف ريفنجر ومرة اخرى خطا كبير جدا من طرف سايكل اي سبورتس. عندهم البار نشر عندهم الاولويه عندهم السول لازم يقوموا بال104 عندهم الانبيتر في ميد لين. لماذا الفايف مان ستاك في البوت لين؟ لماذا؟ هذا هو الخطر. اذا خسروا التيم فايت سيخسرون ويعطوا البرايو لاعب وصاحبه. الان يصح ياخذون الثلاثه خمسه ثلاثة صح ياخذون الانبيتر ولكن يخسرون خمس اعضاء ولا اربع اعضاء من فريقهم. والان عبال وصاحبه باك انتو ذا جيم 61 كي جولد الى 60 كي جولد من طرف الفريق المصري. والان الكل ممكن يصير في التيم فايت المواليه. ادوي ويلكم تو هوك سيتي. طول ما انت عندك بليتس كرانك في المباراه طول ما انت عندك وين كونديشن بليتس كرانك هيعمل لاند لهوك واحده فقط. انت مش محتاج انك تعمل لاند لاي هوكس غير هوك واحده بس اللي ممكن تقلب الموازن الناحيه الثانيه. وشوفنا بهوك واحده قدر عبعال وصحبه انه يقتل ثلاثه ممبرز من فريق سايكل اي سبورتس وفين دلوقتي من غير جارديان انجل. ولكن بهذه الثلاثه كيلز ما عرفوش ياخدوا اي افضليات حوالين الماب. العكس خسروا الانهبيتر بتاعهم دلوقتي. هم ما معهمش اي انهبيترز معهمش اثنين انهبيترز انا اسف. عندك بوشنج لين في الميد لين بوشنج لين في الباوت لين من ناحيه سايكل اي سبورتس. كل ما عليهم انهم يعملوا جروب في التوب لين انهم ياخدوا كنترول في الجنجل الريد سايد جنجل. فتعبالوا الصحبه يحاولوا يعملوا بوشنج في هذه الدرجه ولكن بيولي وتوكسيك هيل بيدوروا يصطادوا على اي حد اوت اوف بوزيشن يدوروا على اي فريسه انهم ياخدوها قبل ما يكون في اي فايت هات بريك اوت. يا هنا يحاولون ياخذون بعد البيكس. هنا ترابس موجوده في البشز عندما تكون الفيجن عندك وعندك بليتس كرانك. هذه هي قوه هذا البيك. لازم يحاولوا ياخذون بعد البيكس. وكمجه الاخرى ساكل اي سبورت يذهبوا نحو التوب لين ويكون بوش ممتاز جدا من طرفهم بينما الفيكتور موجود بوتين للدفاع على الويف على البيز نتاعو نحو البوتين. الجهه الاخرى اربع اعضاء موجودين توب لين من طرف سايكل. هيكون فري توريت ربما من طرفهم لانه بعيد جدا عبر صاحبه للدفاع وللمساعده. هذا الفولي بير جولوكي وحيد هنا وهي تيم 1 في 4 صعب عليه جدا ان يدافع على التوريت. اخرى بولي موجود ربما نشوف هوك من طرف هذا البيتسكان ربما يكون كلاسي فريق ويتخدم بولي يبحث على الهوك. هل سيجد اي شيء؟ لن يجد اي شيء بتاتا في توب لين. ساكل اسبورت ياخذون توريت فور فري توريت رقم 2 في توب لين. والان ما زالت متواجده 1 توريت توب لين و2 توريت للنكسس لعبال وصحبه. هل سيستطيع ساكل اسبورت من هذه الناحيه ان يسوي استراتيجي؟ ربما انا قلت لك يا ادوي هنا عندك 1 انهبيتر اب في الميدلين تقوم ب 4-1 4 اعضاء في توب لين 1 في الميدلين وتكون بيرسون ممتازه. التشيس موجوده هنا من طرف بولي على ماجيك في الميدلين ولكن يكون سيف بالالتيميت بتاعه. مازال عنده الفلاش اذ كان في خطر. من جهه اخرى عبال وصعب الاجابه بتاعه تكون هي بوش في الميدلين ولكن غير ممكن صراحه لانه الانهبيتر از اب من طرف سايكل اي سبورت مش موجوده السوبر مينيونز. والان البار النشره يكون موجود من هنا دقيقه و20 ثانيه وهو الفايت المنتظر هو الفايت اللي سوف يحدد الفائز في هذه المباراه. انا متاكد يعني زي ما بتقول يا رايزو 4-1 الخطه اللي طالعه من عبال والصعبه. شوف موجود الاستاذ اوزوني موجود ان تو بوزيشن اون هور موجوده مره اخرى نكوب هيكون موجود ولكن اس اي اس مره اخرى كان عليه بيك بهذه الان اوفر جروث غير موجوده للبيل على الفين مباشره التيميت من طرف الازري بعد البوك. شوف ساس البوك والدمج اللي ياخذ من طرف ستيتش ولكن مش الاخرى سايكل اي سبورت بالفايف مان بوش في الميد لاين. عندهم السول البارن عندهم السول للدريك عايز اقول عندهم دمج مرتفع جدا هوك مره اخرى من طرف بولي ولكن هذه المره ما يصيبش الهدف نتاعهم. من الاخرى سايكل اي سبورت البرايم ميد لين يتجهون نحو البار الناشر وهل سيكون هناك كونتست من طرف عبال وصحبه؟ التراب هنا موجود من طرف ماجيك ولكن الفيش تشيك غير ممكن من طرف عبال. عندهم الازر اللي تشيكينج بالكيوز نتاعهم عندهم الليزرز من طرف الفيكتور غيكون هذا كافي لدخول واخذ البرايم على الجنجل نتاعهم. على الاقل هنا البارن يبدا من طرف ساكن سبورت لازم الكونتست من طرف الاساس من طرف عبال وصحبه. نشوف الديفايد ربما في المباراه. من جهه اخرى زيرو عنده الريج نتاعه عنده ربما البارن يخرج من طرف الاستاذ رامبل ولكن من جهه اخرى كل اول تشات لعبال وصحبه مباشره زيرو في الباك لاين 1 في 4 ولكن لا يمكن ان يفعل اي شيء. جهه اخرى ساس يبقى وحيد هنا ويحاول الهروب. زيرو مازال حي ولكن دبل كيم من طرف الازر ساس يبقى وحيد بالبارن بف لن يستطيع الدفاع على البيز نتاعو. جي جي والفريد لعمل وصحبه بخمس اعضاء نايس تيم فايت من طرفهم يخلون البارن ولكن ياخذون حياه ساكل اسبورت ياخذون الانيبيتر في الميد لين. والان ربما نشوف اول فوز من طرف هذا الفريق المصري اللي كان في البوتوم تير تيمز في اي اي سي ولكن الان يعودون الان يفوزون والان ياخذون اول النكسس لهم في هذا الاي سي سبليت 2. جي جي والبيت لعب على صاحب المصري ونايس جيم من طرف سايكل وجود لك في المباريات المقبله. واو توكسيك هيل بنوك اب واحده فلاش نوك اب على ثلاثه ممبرز وراها على طول الفولو اب من الهوك من بيولي.